ايش الدكتور خلاص يلا السلام عليكم ارحب يلا يا خالد عبيد شوف طبختكم خالد يلا جهزوها خالد عبيد اسمه اي خالد عبيد وذا خالد تدري معنا اليوم خالد هذا خالد جديد يلا هباس تشوف مايكك شيء مايكك يعني متسابق لك 60 يوم مدري كم ايه حتى لو تحط على رجلك ما وش الدعوة حطوه حطوه في الجلسة الحمراء هناك حطوا في الجلسة الحمراء عشان يصورون الشباب. حطوا جاي شوف لك البيز. خالد حباس. تشوف ان حباس قدم كل اللي عنده؟ لا. يعني انت عادي نشاط. ايه. الحين قيم لي طال عمرك انك 100%. شوف يعني. قدمت يمكن 40%. كم قدم؟ قدمت 40%. يعني باقي 60% في 60 اليوم الباقي. باقي شهر وخمس ايام اتوقع او اربع ايام. كل يوم اعطي 1%. ما شاء الله تبارك الله ان كان الصدق ان كان فعلا انك طلعت 40% من هباس اي والله فاشوف انك اشوف انك بتكسر الدنيا باذن الله والله يا هباس بعد توجيهاتك ابو رشيد طول عمرك ابو رشيد حلو حلو حبيب ابو رشيد هيبه حضورك تخلينا نتلعب زين تشوف بعض القرارات اللي جابها الجراء تشوف ان فيها ظلم او تشوف انها يعني مناسبه والله شوف فيها مناسبه وفيها الظلم الظلم مثل وش؟ لا انت ترى بيجي يوم الربوع الجاي لا ما عاد تكلم تكلم الواحد يتكلم عادي دعوه بسيط عرفت اللي جلسه بالليل وتندم عليها الصبح أيه. هذه هي لا 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 والله اني عليك انا مستحيل تندم في جلستي مستحيل على الحد الاقصى اسلم والله يا شيخ ايه ظالم الجنرال مظالم في مثل وش في الخصومات المفروض انه من 1000 2000 امس هرجت اعطاني 500 تبي الصدق؟ ايه تبي الصدق؟ انا لاعب القرار انه ظالم لا لا ما استبعدت انا ترى ما استبعدت انا بس قلت ترى شوف الطحوس شوف الديكوريشن عندك شف. الملعقه حاطينها لك يقدروا يصورونها وقت تفرجوا تفرجوا ايش رايك بطحوس؟ ديكوريشن